انا كرجاوي ما كيشرفنيش داك الشيء اللي طرا البارح، انا اللعابه ولا مدرب ولا مسؤولين قاموا بتقزيم الفريق، ولكن هذا الشيء ما كيبرأش الجمهور داك الشيء. هادو حشوم شكون الجمهور ديال الرجاء، انا اللعابه تابعين والديهم تابعين ولادهم، حشوم يدير لهم ديك الطريقه، انتقاد بناء، ولكن باش بداو يشيروا بالسبرديلات ولا بالحجر ولا نتبعوا اللعابه نتربصوا لهم ونضربوهم حشومه الرجاء عمرها وصلت لهذا الشيء، والله ياخذ الحق في اللي كان حيلو سبب. هذا الشيء ما كيشرفش الكره المغربيه، وديما كنطيحوا في نفس المشكل، ديما الشغاب، وهذه المره تعداو الحدود ديالهم وقصدوا اللاعبين ديال الرجاء اللي ما داروا لهم والو، ماشي هما خسروا شحال من الماتش، ولكن ما يخليوش باش يديروا لهم هذا الشغاب ويشيروا عليهم بالحجر، حشومه هذا الشيء هذا، وديما كنشوفوا وكنتغاضاو، ولكن هذه المره شي خاص يوقف عند حده، حيت وصل اللعابه ولا كيشير عليهم بالحجر، المره الجايه غيوقف عليهم فراده ولا شي حاجه. داك الشيء ماشي مزيان، وما خاصهم يديروا الشغاب، لان داك الشيء تيبعد البينات، تيبين لنا صوره خايبه للبنادم اللي كاع دابا مع قرب كاع الترشيح ديال المونديال، بنادم من تشوفوا هذا الشيء يعني بان لهم الشغاب، يعني راه شي حاجه خايبه، يعني راه ما يمكنش كاع بنادم يشوف هذا الشيء ويسكت، وخاصهم بقاو تيديروا الشغاب ويبعدوا على هذا الشيء. كنظن الجمهور هذا صراحة هادشي اللي داروا في هذا الملعب في هذا الزم راه ماشي معقول، لا ما كيليقش بكرة القدم المغربية، وخصوصا حنا قابلين على تنظيم كأس العالم، والكرة زعما هذه ما بقاش كرة كما نقولوا صراحة، هذا الجمهور ماشي الجمهور ديال الرجاء، وأنا كودادي وكنقول لهاد الناس ديال اللي تيديروا هاد الأفعال هادو راه صراحة راه خصهم العدالة. بالنسبة لي أنا كمشجع الرجاء البيضاوي شفت داك الشيء البارح بالنسبة لليوتيوب والفيديوهات اللي حطوا الدراري ديال الرجاء ماشي من المتناول الجميع، وما هادشي ما تيفرحش، ما تي الدراري لمتوهم بانو كان بون ماتش، الدراري كلهم كانوا بون ماتش، ولكن ما يستاهلوش ديك العقوبه، هم كانت شكاك والله يديم اخلاق. الشغب ما يمكنش باش يكون هاد الشغب، وما يمكنش باش ما كنتمناوش، وحنا كنتمناو من هاد الناس اللي كيغلطوا ولا يكونوا من جهه اخرى، ما بغيناش هاد الشيء باش يعاود يتكرر. انا بروميير راني ودادي، ولكن راه داكشي اللي داروا جماهير الرجاويه راه اي واحد كيمشي لتيران غادي يحس بها. اخويا اسمح لي بنادم ديبلاسي وداك يديروا داك اللعب اللي داروا الرجاء راه حشومه والله العظيم والله، ولكن ماشي حتى لديك الدرجه، مهما كان الرياضه راه اخلاق. خويا من حق الجمهور ينوض، ولكن ماشي بهذيك الدرجه، حيت الجمهور حتى هو مسكين يومين تيشوف داك الشيء اللي حتى هما تيموتوا في الطريق، شحال ديال الجمهور تيموت، شحال من حاجه تطرف للجمهور، كاع ما تيشوفوا اللعابه، واللعابه تا هما البارح خلاو فيها ما تقاتلوا ما والو.